نار عيون ودار الحيوان وماشي نلش خصمك ايتالي. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، الدنيا محوي ولهو هي لعب، وإن الآخرة هي دار القرار. آخرة هي ذا أهميش اللي قسقناني آخر آيات كان يحل سبحانه وتعالى وإن الإله يحل سبحانه وتعالى سورة العنكبوت. وما هذه الحياة إلا عوين الدار الآخرة اللي هي الحيوان لو كانوا يعلمون الدنيا ذا وأسكع عيارون، لكن الله شرنتها آخرتها. الله وحليه سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نلش الدنيا ولدتها الدنيا وحده وير مليت أيها دور النساء، والآخرة خير وأبقى آخرة أيها خير بدل أيها باقي أها شبه. إخواني قيامها مرك اللي يراهده لبيع علمته قيبيا، القيامة الصغرى هي القيامة الكبرى. قيامة الصغرى وحد انت كهض لينه وقريدة هي قبرك عذاب كيس أما النعيم كيس. إلهي سبحانه وتعالى كوي قبرك الله يقول نعمة الله نقدر أمين عذاب كيس أنا لها كل. القيامة الكبرى لماذا أصلا مركب حياة البرزخ هي إسلية القيامة الصغرى قريدة هي قبرها. قيامة الكبرى أنا بحوي ومركب الصابحي ونفخ ظهر أنت لعظة أمضى لن حي عالم كتوقع أي بابان نفخ ظهر لبعض أنت لعظة أمضى لصورنا ولينا هذا أنت كهذا إنه وهذا عواكنا وقرن وإنت هرول. وقيام الصغرى قيامه يراه سببته وحوي قفل بابركي أو لنتو أو جريدس أتما قيامه سوى نعم آخره ولا كل ما يحي آخر أجري وأغاني بل نفت أنت يسكد عن حالة الاحتضار مركن نفت لقى قاضي خلاص وح الله وحي غيبك أهوى أفيد ميا ملائكتي عذابك وملائكتي الرحمة هدى ميشي دارتي ستاوى وأركي قفك النفط لقاقي الله الماي أسوقوا أن أركين دارتي سي وقتك أسوى حالة الغرغرة وملائكتي أركون ولي النفط كد عنا توبض ما أنفعيس كهر وإنت وتوبض وإن وتوبض كينو سيدا نبي عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر قفك توبديس إلهي وقبل يا انتو سن حالة الغرغر انتو سنوني يرون نفط إسقرفك لي مر هدي الروح لقبل يولقوا بالله وحالة الاحتضار وقاره مركا توبدي ويحرنتها وحاول أفسر مركا انت سكهر قفك إنو استدراك نفطي سؤوكو سبايو سبطو أهتوبدو موانع إلى ذهي موانع خاصة موانع عامة يا جرت موانع خاصة وحاكم إذا قفكم مركي جريدي سأتمات ومانع خاصة قف البابا حالتي احتضار فدي قفكم أتمات توبدي ولا قحري ومانع أسقى خاصة كوا موانع عامة هجرت مركي قرح ذو قلبات كسوة بحذئي دابد مركي إصابة حذئ أدون كدن واحد جوغو نمبا توبدا لقى حرية مركي قفك وحافي عن قبل أن تأتيه الموانع الخاصة من موانع العام كعا يكر ريبي ستوبدا إن لقى أقبله إنه توبدا وكد داله تاسا وناكس سببته هدي موانع ذي خاص كها يكوتي ما دو أمتي عام كا يتوبدا ولقى حرية سيادرتين وحاول أن أقفك هدي الجورال إنه آخر أو حسوس الله الدون كان إنه يهي دار الفناء ما لقى تلقي إنه بهي آخرنا إتها دار البقاء آخر الرومين تيذا
وانا اقول لهم باكو حرام وركن اركان الاسلام كميدا الايمان بالله وبالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره مرك اخر ان الرمي وركن اركان الايمان كميدا بل وركن اساسي ايمان كمرك لا سو خلاصين وحا لو سو خلاصيا قفك الهي اخر انه رميس إلهي وحليه سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرد الله اليوم الآخر رسولك ديش وحاو وصغن قفكي إلهي آخر رميس هذا إيمانك أساسك وقال الرمين فيس وحاقرا وتوابع إلا رسول إله بصدره وأن فرقنا الرمين ملائكة وإلهي أدو مدسي وناكسنه كتبته ووحيه الله سبحانه وتعالى قدرك ورب النمديسي آخرنا وحوي وماشي جزاه ودعي مركا هدي قرالي الإيمان بالله واليوم الآخر يالو سو خلاصي سبب توقفك دو الله ورميسيه سبحانه وتعالى آخرنا إلهي إنو مارتي هرتغي ورميسيه قفك سوى أسديار قرينة يا خير لن أيو ما أنت معركيس أو كد ذالي سيادرتت قفك هدو إلهي آخر أو رميسين هاي خير لن والقه لن هدي لكن آخر رمين تيد أي كباب أضو إي موت كحسوس نانتيس إي وحي كدن باي قفك سوى لن بخير مالها إلهي محولي أسوى أدو مدي وناكسنا كهذا لي واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار واذكر كش حس وكش كيال عبادنا أضومذين إبراهيم وإسحاق ويعقوبها يا أنبياء ذكر الله مدها كواس أولي الأيدي أود أصاحبك أها معنى إن الدين الله سبحانه وتعالى هرجلنتيس امتثال أوامره أمرك الله أي فرطومان إيا نواهيد الله أي كرهبطومان أي أود أولهاي إيا ولا بصار فهم دينت أي فهمان يقفك هدي لبشي إلهي سقدره قوة الفهم إيا فقه في دين الله دينت إلهي أو فهمه سبحانه وتعالى أو بصير أوليه يا أركتي دين تهرجلنتي دي عمل فلك كذا أود وأوليها فأوامرك إلهي سبحانه وتعالى أما واجبها أهات أما صنها أهات أوفلنا روح إلهي كره أو محرماتك يكره يدين أو كهري دين تنوفق أوليها ومنتهى السعادة اللي هو جهل يفهم لا أنت دينتنا قلب بيك أنت تتكو حلا انحرافا وافقه لا أنت دينتي ولا يقان أول وعمل فلنا وانحراف لي وعلوم هذا كتب حركة وكل مركزتك وحيس كدر سدين أيقو دينتي إلهي فهمي وفقه أوله أودنا أول عمل فلكي مركزة وحلي أرنتان labadaas qofku inuu isku darsado dhiyal dhiyal kuma dhici karto maxaa ku bixiyay maxaa heerka gaarsiiyay ilaahu nooshay waxa inna akhlasna dadka dad khaalisiin ayaanu ka dhignay oo heerkaas gaari diintii alle inay fahmaan wixii alle kuna amal falan bi khalisatin ay bi khislatin khalisatin أرين إخلاص أو لغا هلي أو سافية ومحي ذكر الدار دارت آخر حسوس ماهي مركة آخر حسوس نانتي ذو خير والبيض الشا موت كحسوس نانتي ذو خير والبيض للا حسابت إيا قبر حسوس نانتي ذو خير والبيض للا سببت وددك وحاكو بحي إن الدينة إلهي كعمل فلان فهمان وحوي وعدد دارت آخر هرتي إذا إيكم موقنت
مركا ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ضد لدورتي وأخيار هاي تامرك واحد فهم بس دور وكل هاي آخرهم بس نينتو يقينتو يحسوس تمر والضبط قفك الدور كيس قفك آخره هدي أورهم بس هاي عمل كنشيط بقناية دين تمام تما أركيس وفهمية قلبي يسوى خشوعية قساوض يا قلب قليل كتجية وحاوس أهلنا أنا يا مركا أوامر تشرع إنه في اليوم نواهدنا أو ما أنت معركة يسع أو كهره إنه الدنيا هي منافسة ذيذا إنه كهر شبهاتك هي شهواتك إذا كهاد يقرا على بعضي هي شبهاتك المحوية وأفكارها هي أيديولوجيات خلدن هي شكوك الدين تلا شك يضدك بعضي هي شهواتك وأدوية جعيل ما إحنا مجعيل حوينك ما أنت لقو في دنوب ما إحنا ماذا لقو في دنوب حالها جعيل كذا لقو في دنوب وحصلنا وحوي وشهواته شهوات كاسور لمرك وحجوبية آخرهم ينتهي ده دوس قفوا آخرهم يسنا ما أودي أرجعهم قلب جيسا شبهات شهوات كاس أي قلب جيسا تمكنية أو قبسنية هذا مركا إنه آخر أودي أرجعه أما الدين تأسف عن أفهمه أما عملك وناكسنا أو قبط أما حمدي أو كهر مركا ديار وما نقوله إلهي وحنوشك سبحانه وتعالى وحولي وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاة محافظون كتاب كان قرآنك وكتاب أنسود جنو إله إليه أبرك إيسا مصدق الذي بين يديه كتبه كهر ريان رميسا مقرد marka in lagu waansamo oo adigana aad ku waansatid ayaan u soo dejinay wala tun dira umal qura wa man hawlaha ina u digtid dadka reer makkah iyo gaararkood waa adduunka dhan wa sababtoo ah makkah waxay ku taqalaa adduunada beerkeedu ku taalo caalamka dhana waa ku hareereysan yahay laakiin quraankan yaa ka faa'iideysanay ilaa waxa wal ladina yu'minuna bil akhirati kuwa akhira rumaysan يؤمنون بالقران كما رمينا ما بدعك كرتب قف اخر رميسن او وحسكو فلي او الهي بر و هرتغيسال انو قران كان بينيو ما بدعك كرتب سببته حق نمديسو او جودا شبهاتك يا شهواتك يا وحا حقك الا يدن ايا ايمانك اخر غبي قرانك هو حق مركا قف اخر رميسن ما بدعك كرتب كتابك انو بينيو وهم على صلاتهم يحافظون صلاة دون ويحافظون قف آخر رميسا القرآن كان مبيني كرو صلاة كما تيكر تارك صلاة داد أركت إيمان كآخر أو رميسا نهاير وأنسك الشيغان أما هاني رن هدي كتاهي صلاة هل صلاة حتى كما تيكر قف آخر رميسا وبر إله يا صلاة عظم دين يحساب تألا رميسا هل صلاة كما تيكر قف صلاة فرض أنت وكسوق شيء كذا قاقة هدد أركتي إيمانك يسعى خرواس زين صفر على الشمال وحقها قولي وا ما ينسك حقه وبذح الجروة ما قرب إبر كيسوا ورأى كان قف آخرهم يسن مبينك ومحاد يهود يا أهل كتابك إلهي وحنا الذي أتي يعرفون الذين أتينا لك يعرفون ما يعرفون أبنائهم ورميسين هذا النبي يقول القرآن محبين محبين بالس وشيك يعني حدا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة خرافات سكر هذا عين نركي بريو أن تبقى عابدين العذاب يا كبعدنا وكسوا بحنا هذا إيمان كود آخر وحون قضي مخشوش رشيا كجر إيمان صح ماء مركا آخر رومين تدقفك وحركوا بحنا يسا قرآن كان إنه كفا إذا سلاد ديس أو الحفين لكن ذات كان آخر رومين سنين بلايو لن
فالحمى أردن قشن أردن قفر آخر يموت يقبر عن رميسنين أيو كبو حال ملو في رصد إلهي وحيد سبحانه وتعالى إن الذين كو إلا يؤمنون بالآخرة آخر عن رميسنين زينا لهم أعمالهم عمل كود حنا ورحنا فهم يعمهون وكو ورحسن وحوك لقرنا لما شبه يشهو يهودي سما رحك لما يقال سبط آخر ذي مهم كاهل غير ذي وحي كدن بي حسابتا يا كما سو قشن ودن هدارة وقف قشن لحد دبالنا إيمان كيس آخر ضعيف آياتك الله وحيره سبحانه وتعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون كوا آخر رمى سنين جدك تواصل وكقلوا عين وكل حسين هذا مهز قفك إنه تواصل هذا إنه قف وحسكو فلا نقضى إنه قيم حقيم أيو حقائق إنه فهمه وحاكو بحكرة آخر إنه رمى سنين آخر هذا رمى سنين وأيو الدون كرنا واقع قسمه فكرة دي صورنا بقلة دي نقنيسة وحولي الله سبحانه وتعالى إن الذين كوي لا يرجون لقاءنا لكل أن كان أنهجينين ورضوا بالحياة الدنيا نلشأ الدون يقرى لقضوض ما أنه بها كحصل والذين كوي عن آياتنا غافلون آيات كانها الماسن أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون هيات كوضوا النار سبطوا وحويان الدنيا دان بس أو كحصل خير كين له أمتاعي مركع الدنيا ده فوق الحمد يدور دن الدنيا ساق آخر ساق دن وحاس كله قفكو آخر الرميمون وأنا قدن الدنيا آخر بق وحاس كله آخر الرميستنا ضيع إسكله سببته قفكو هدي أو آخر الرمي موت كواحد كذا بيا قبرك أو كحساب تموت حوي آخرنا وأقول سنة أدوك أنا واحد عارف يا لما أعرف أدو يديس وهله لكن هذا ترى هذا أدونيو كليه عند ما أرد يا آخر إسكو إلودي أدو يدنا أنت لعاقر أم بدها ليس آخرنا وأقول عارفت إلهي وحده سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول وتذكر حاكم تذكرنا ربنا آتنا في الدنيا أدون بس وحسي أدون كل وحسي همك ملا وما له في الآخرة من خلاق آخر واحد نصيبه كله إلا ما ومنهم من يقول وحاكم تذكر همد وين له ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلهي الدنيا حسنة نصيبه في الآخرة حسنة آخرنا حسنا نصيب وقنا عذاب النار عذاب كن الوكل أولئك لهم نصيب مما كسبوا كواس مرك النصيب إيوه مارت قيب وين يلي وحي كسبنا آخرنا كما ضيع من الدنيا واهلها النبي محمد عليه الصلاة والسلام من كانت الآخرة هم قفك آخر هم جيس أيتها جمع الله له شمله أرمي سؤال يا خير كي سؤال إلهي وأصو أرورنا يا مقرد وآتته الدنيا وهي راغمة الدنيا ذا رأيده سندو لي سنة أكالي وإيمان ليسا وما كانت الدنيا همة هدى الدنيا هم يقول إيه نقط شتت الله عليه شمله أرمي سؤال وككلا حرق حرق ومحرق وحوال بوي كعرى يا بسم الله وجعل فقره بين عينيه فقر كان هلكاس الله سو ساره ولم ياتي ولم يتي من الدنيا الا ما كتب له كتب له الدنيا ما هلا الا وحي لو قري ما اذا اخره ما رته منتهد هي استعداد كده ايا كل خير وكجر ما حدا غير هول المحاضرات اكو فعلان دد كده هدا وحسي بحمان وحسو قلبه يريهين طبعين واس بدله يوم حضر اسمع له ماذا أعرف جيره سايك هذا والب بحي هذا وحسو قلبه يريهين انت تمين راسي بح بحين عادة ما له هنجر القرمة إذن كوب اللعبة يا
يا كيف؟ فين؟ ها دتك عرابة يا ميا ها هاي هاد وقت أنا محاضرة الوقت دي ما هن مر مركا الدنيا مركا إسكوال كيدو الدنيا نقصي ما يس آخرنا وقول وقول آفنس آخرك اهتمام كيدو الدنيا ده نوا وحوي كاتج مي أو أكون سيف كرينا آخرنا وأكون ديار بالفير قصدك آخر هذا كيف فكرت الدنيا دين وأكون ديار آخر هذا أنا أقول لي سنس آخر مرة كيف فكرت الدنيا هذا كيف فكرت آخر من هرت وأكون نافت الدنيا نوح لا يقرد هلي أنتم عذاب يكون قرا يعني حتى هذه الوسيل لا يوح لي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزق أنفسهم كافرون يسكو عجب قلنا حوله يعرورته يوحن حضارات قالت إيه يسكو يذكر الدنيا عذاب كتها إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وكو عذابه ويلكي وعاسي إسلامتي قيردي سي حوالها إنه كان لحدي سوقيسا حوله ربا يبلاي يحاران وقصر شقيسان يا وكو عذابه مهردايا مهيرايا ولذلك نلوش وضعنا خمرة مركي حبايا هي دراجة وحوي واسكوما ويلنا يا المركت مركي يكون جرتوين كي وحيالها ما ويلات كي في رسانة يا واسكوما ويلنا يا مركي وحالي هذا قال هذا هي فساق ده لا يطيب عيشهم إلا بتناول مسكر وإنا اس دراجة يا مركي اسمه قيسينا يا أو رؤية مل أما واحد مشغولية السينما يبلا يقاقاو اللي في رصدان أو سماع مطرب أما واحد يقدر بكتاس يفق فق 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 إلي يرادان إني لقي السنة يعني. صدح يا صوما قال واحد كلمة كن راح يسنة ما كن راح يسنة أما كن جارتحن وقاون في رصنا أما الدراغ إيا خمر وقاذن أسكو سخراميو أما هي سحن وأسقر أسكو ما هو يلي بين تاس يكونوا لي هدون وحوي عدونك وكو عذابين آخر نحو عذابين مركا جنة روح وكجرتا آخر كما سننتي إيو موت كولا سود دياري إلهي وانوشا سبحانه وتعالى موت كما يلبضن نقو حسوسي رسول كنا واقو نحسوسي إن لو ديار قرو إلهي وحلي سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت نفل بابا موت كالا دمينيس لكن انت ما لسو دينا مي تاسوى حقيقة قفل بنا وأبي انت ما لسو هرين وإنما توفون أجوركم مركلا لنتو أجرك إن الذين أوفني أجر صنع أجرك وأن لبا ميلاد مركلا بدارو فمن زحزح عن النار قفك النار تلقى دل دليو نار توا مقند عمل معاسيك وقسو جيدنا سبب العياذ بالله وأدخل الجنة الجنة اللي قيلي فقط فاز واليبان وأن لش الدنيا دي هي حضاراتك هي طائراتك هي كمبيوترك هي ألافتي أو محل قيمها اللي أبتها كم تساوي محل أبتها وما الحياة الدنيا أن لش الدنيا ده ما إلا متاع الغرور والراحة الوقت علي راحة الوقت علي وحالة مذا مذا تقعنا مركب مكلون كلا نقايو ننك جلابنا يهيل بحنو وقلنا يا هم إسي سنة يدي أحد اللي قبنا يا أديه مرك أنتي بالبيعك وكديسه أديكوا إلهي الرسول كسدين تي سقفك سوا هالمانسون أما قال أما فاسق ونفتو قلعه باش أنتوا دب أرض ما هذا سوما وقارت مرك لقى يحوجا من الله لقى أما جير كمرك لقى يدول شبك سوا كلعه سيدا باش الله قدك غرور كواساسه كل أيكو دقيس إلهي وحده سبحانه وتعالى سوا موت كنا حسوسيني يا قيامها يا بعث إنه حقها نحسوسنا إلى يحيي فلولا إذا بلغت الحلق فلولا إذا بلغت الحلقون إلا قف مركب سكراضي إسكنا قف مسكينة بقردي ودقاتير تأجوا وأنا أجوا أنا نفتو كنا سكر رف إلى هل كان مركب سوقار وأنتم حين أذين تنظرون أذين كانوا وافرين يا سلم على قاتير جيشك
ilmihi oo boqor ku dhalay wixii dhama iska dhaaf miskiin wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiru anaga u dhaw malaa'ikti baa nafta ka jiideysa laakin uma jeeda falawla in kuntum ghayra madinin hadan qiyaama iyo jazaa isan jirin tarjicuna nafta ma soo celisa bal waxa dhaqaatiir jooga adduunyada isu kaalay baawarka ciidanka isu kaan bal ma had imanaysa nafta ka celin ma celin karaan dhaay way ku leeyahay waad inta bis maat wax kale ma dhihi karaan hay markii la dhintee xaggee la aadaa saddex qaybood waay فأما إن كان من المقربين مقربين توا وين هدويا سيد أبو بكر وكله رضي الله عنه وعمر إذا توا وين يا بيضك كلا كسي وناكسنا فروح وريحان وراح يؤذو يا وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين هدويا ومؤمنين متوسطين تا مقتصدين تا فسلام لك كوسقنا أيالي من أصحاب حاضرك متى لبلاس طبق بوان نجحين لكن بلايا واكنا واما ان كان من المكذبين الضالين هذو مكذبين الضالين تاو كميديه فنزل من حميم مرتي سوركيس وبيكل الغو مرتي قاده والعياذ بالله وتصليه الجحيم هي جحيم او غلو ان هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم مرك الهي حقيقه سونا حسوسنيه وحاسا اذن كهري ديار غروبو إلهي وحليف فلولا إذا بلغت الحلقوم فكلا إذا بلغت التراقي كجوغ غفلة إذا بدرد كجوغ إذا بلغت التراقي نفتي مركك الحمد الجار وأنتم حينئذ تنظروا مركز ها كلا وقيل من رأى يا كتفي يا نقترى وذاتك وحتفي أو تفتي سكي عجرت هو دور هذا عاف ما تجري daqtarkii khatarka ah ki wadnaha ki kaliya ku operationada ugu waaweyn adduunada sameeyay isu kaalay majid waqila maryatu waahka qad halqa waay liirad mar halqa ma qabkar barki yaa wani yaa joogsaday maskaxdi yaa joogsatay kaka sabarti laaf mishiin lagu xirbays wax qalma had ya wadanna annahu alfiraq aw yaqinu in tamashu ugu dambays والتفت الساق بالساق لبدي لغوده حوق بدت جو جو لامق عكس سارس اسكو دحان حوقي دم او لبدود الى ربك يوم اذن المساق اله الله سوق حينيا مركا اي قف كان خير ديار غريسن مركا مخو سمينيا فلا صدق ولا صلى الهي مرهمين ما صدق ايسن سلامته كان وحكه ريمله ولكن كذب وتولى وابني حقنا وكجست ثم ذهب الى اهلي يتمطى كبر يفقفق وعدنيدك مره اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى مرك الله وان حسوسي سبحانه وتعالى دتكون مرك حالته موتك ويماده قران كان وا نو شيغ وا لبا قيبو حديث كان نبينا وا نو شيغ قالنا وحوي أهل خير كحال داس مركز بشارة يا مرحبا يسين أو إمام قال هذا مركز أي عذاب في يا ما أنت ما أركي سب بلايدي أي إمام مركز إن موت كله حسن هذا على قمر ما نبغى حول عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر هذه من اللذات ورميتك معان لذا الجبيه بابئيه حسوسي سبضي إلا أدوية عن تدوى معانتها هرددوى معانتها قوركوى معانها موت هديو يماد عن تدنبولة عن مجرد جيف دنبولة جيفته وأدوية مجرد حوانتا دي والاقا دمالية والاقا نحوالا قورسنية وحكوها لما أركو حوالها قوال نحلية مرك كاس بدي ولي حسوستيس محيط فائدة كجر النبي قال نوشة حور النبي عليه الصلاة والسلام قفك هذا موت كحسوسته أسوق نبعته كجرة حوس ليه هاي
وأخفي فينا وحليه أدوينا نبكيت محدك شيء جمود يا آخر أدم بس هذا جرنتاي هذا فخر آتاي آخر أدم بس الدنيا اللي تجا نبكيت نفتر وأسكون هذا برواق سنة دي أو كوي ما غير حسوس تدنا ده عمتدى إيه واحد عنا يسوى كوي قرارنا حلا محا الدنيا أوفر فرحة يسا إيه عمتدى معه جرب جسم لا عيلة سبر تحرب عنا والله قد يمنا فاس بعضنا مركا إلا سود ياريانا والا قوم عرما واستعداد أبو سميس نبي جن وحمر عليه الصلاة والسلام مركي اللي ودي وحاله النبي عليه الصلاة والسلام أنصار كم إذا أي أويم ابن ماجه وحوري من حديث ابن عمر أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار يا أويم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال سلامي ثم قال وحول أي المؤمنين أفضل مؤمنين تأقوا فضل بضل قال أحسنهم خلقا وقفك وأخلاق بضل قال فأي المؤمنين أكيس منك مؤمنين تأقوا عقل بضل وقد أنت يقانس وقوة حكرت يا واي قال أكثرهم للموت ذكرى وأقفك موتك وقوة حسوس بضل وأحسنهم لما بعده استعدادا وحموتك كذا بين قفك أديار جروبة إلا وعدمنا هام محاك ذا بين وأنا أديار جروبة وحاك ذا بين أما هو عذاب أما هو ثواب إله ثواب تهنس جو عذاب كلا له كل وحول النبي أولئك الأكياس أولئك الأكياس كواس عقلاء حديث كشيخ الباني حسن وكذا النبي عليه الصلاة والسلام وحوله جري اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر إله نلا الآخر نلا هن مجرته أنصار والمهاجرين بقدم بالله بركو لبكو ضو أركو هذا الكاس لبح على بوالي جرا هذا نعمة الدنيا مركز أركتوت كعب ست إن شو بقى بكتدو الدنيا ده أي غفلة يكو وسما يسوم حاله رخاءت كجرتا وبرواقي سنتا النبض أهل كاقي دكا يكون حجرتا ولا حسوستا اللهم لا عيش إلا عيش الآخر إله نلاش آخرا نلاله الدنيا برواقي كسوا اللي قتقيا إله نودم الله فقر للهجر والمهاجر وانا مدى هدتك إي جنة كون متان مركي أهل الجنة قلان ويسوي دينا يعني واقبل بعضهم على بعض يتساءلوا ويسوي الدين نيهم حاجة نذق صاقش محاسم جرت ماذا سبب ذي قالوا إلا كنا في أهلنا مشفقين أنا قال والله أنا ولا له لجو أبه هو يدي المعذرة حاس كي عرورتي أنا لجو ماشي فرحق نذق أن كذا لها قبر عذابك كبق الجيران لي جرنا إلى عذابك أنا بكر أنا كنا في أهلنا مشفقين أنا قال أهلك إنك نحجر نبر واقيسا إلهي حسوسين جرني قبري قال حسوسين جرني غيري آخر فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إلهنا قال الذي استوى عذابك نوكري إنا كنا من قبل ندعوه وانبري جرن إلهنا عذاب إله جنة نقي إله نار تنقو حرين لي جرن إلهي وانا أقبل إنه هو البر الرحيم مرك حالة برواقض إن إلهي لحصه ينبض يفرحد مركا دتك قاعد كل حد يرتيد برواقضه مركانو كل هذا مؤتمر أنسو النميد دتك أسوحي سيار والسكو فرحيا الحمد لله ولا نبض قبا مركانو كل إله الحصى إله لقبقة آخر الحسوس ده هدي جمع للسقيمة تفرق عقدم به سوما مركاس إله الحصى سبحانه كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فير النبي الله يوسف عليه السلام والسلام وحب نبصها مرابا مركي أبو قروين أو نقضي نبي أوين أو نقضي رسول أبيسي ولا ليسي إيمادين أمديسي أصوى أرولين ماشي قدام بيت فرحة أو مري محاولها ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت
أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربي قد آتيتني من الملك، إله بقرتني وعسيسا، وعلمتني من تأويل الحديث. إسكناف وحكى له يوين كفسر كودا دي برت عدة يدين هذا واكنا وإيتين أب يهو إيدي ولا لي هريره أيقو ولي بأيو ذا سجوده ومعنى احترامي فاضل السماوات والأرض إلا عليك الرك أبو رو أنت ولي في الدنيا والآخرة. الدنيا آخرة إذا ولي إيه توفني المسلم إسلام وأفسه والحقني بالصالحين صالحين تيها ليشي الدنيا دي فرحدة دي يا قرابة دي سكوم إلهي إلهي أبو حسوس سبحانه وتعالى مركو حال ربا آخر إنسان الله حسوس طيال ربا والدنيا دا أن ما أنت معرك إسال سكوم إلهي تاسبا مركا لو باهي سببتو أهو حوي مرأة لقيرو دو مركا يتما دبا وحوشي كدن بيبا وارعيا مروا البقفة با مركو لنتو قيامه سوالا قف كان مركا حالة الحضار أي كتما دو وحوي هاي فرطة لغا ساري هدو وناكسي هنا ملائكة الرحمة وبشارين نيس هذو حيها الملائكة العذاب قعنت كل ليس بل أيضا حديث كسب سنة وحكى شيخنا قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن الذين قالوا ربنا الله ربي قالنا الله معبود كان حقا عبده وقال أمشري قيانا يتوحيد كقرته شهادة ركود رأيه الرسالة النبي قال الرسالة دي سرمي عليه الصلاة والسلام إلا شهادة قيب هدي إلا شهادة قيب تكلم عن نبات الله ثم استقاموا كتوصنا هذا استقاموا من وحوي إلهي عبادة أخلصي سبحانه وتعالى وحي يقرأكم عمل فلو بدعا لإبارين مأموراتك لن منهيات كهارين مركي لمن آيان تتنزل عليهم الملائكة ملائكة الرحمة كسود دقيس أيقو بشارة أول ألا تخافوها بقنين أو مستقبل كإذن كهريها بقنين بلا إذن كمه الرئيس ولا تحزنوا ضدك عاد كسوة تكتينها كمرقنين نحن أولياءكم في الحياة الدنيا أنك ولي دين أدوية وملائكة ورا قفك مؤمنك يقع خيرك وافجي وقعنق آخرنا لك إذن قعن قبرين قبرك يكوه لنا يعني سراتك يموتنا يعني ملائكة تاسا إلهي ولغا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون جنة اللي كنتم بشارة جرواتنا ما أن المقل الدرن قفكي صلاة قفكي صام قفكي إله جنة قلها قفكي وحمد ذكر أهو جنة دواتنا هرتي دواتنا إلهنا قد يقواس ولكم فيها ما تشتي أنفسكم وحل وحد عشنا ولكم فيها ما تدعون يوحل وحد ويارتان نزلا من الغفور الرحيم وامرتقاد حق اللقين كوي خلنا بالانفيرن ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم
اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى هذا أركل هذا لي نبي محمد أما قفل بو مؤمن وخضاب وكسر توبكر والحال الظالمون ظالمون تنا في غمرات الموت الظالمون في غمرات الموت أي في سكرات الموت يكون حجرا والحال الملائكة ملائكة باسدوا أيديهم قعنتوا أي فدنا بالضرب ولا قراعة وحديث براء بن عازم وآخر دونا مركي قال هذا لوغو بشاريه نارت لوغو بشاريه نفتي عمر ديري رادين جركي سول الله ويسا ملائكة تميسا مركب برب راه لوغو قراعة لي نفت صابحي اليوم ما انت تجزون وحالدين جازين يا عذاب الهون عذابك إهانة لها بما كنتم تقولون على الله غير الحق سبته إلهي أياد بينك الشيء جرت إلهي كل عبادة مال إنه نصاب حي ما أوله القرآن كان كلامك ما صادر النبي محمد ما صادر بين يقر آخر مجرت إسكندر عن عجرت وكنتم عن آياتي تستكبرون آيات كلا وإسكوا يدين وإسكوا يدين جرت تاسع مركز لدين جازين يا سامع مركز وحوي قبرك نعيم نوالي هي ذاتك أهل خير كعذاب نوالي نعيم كي سألها لصيب عذاب كان الله نذكر ولذلك دعاء النبي وصلاتك وحاكم الهات اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار بل الصحابة وفرج جري استعيذ بالله من عذاب القبر وديه جري إله كما أنكم عذاب القبر واحد جروا إله كما أنكم وحاربنا مركة حديثك أغدر او شامل سن اي مرحله ذا حياه البرزخ كشيكين اي قيام الصخره وحديثك البراء بن عازب حديث كاس ربنا الى اخرنا ان شاء الله تعالى 8 دقيقه ام ربع ساعه نو هري ان محاضره كسو غبا غبينه اسغا خلاصتي نو سو شيغي حديثك حديث صحيحه وشيخ الباني صحيح الجامع الصغير او ما انت ما اركيس او كسو قري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال وحوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول كأيان لصابحنا في جنازة رجل من جنازة سدوكتي سؤال من الأنصار كميدا فانتهينا إلى القبر قبره أيان سوقارني ولما يلحد قفك أسوقنا للحد انت اللي قيرين قبره أيان سوقارني ومركي ننكي قبره أنا صنمي فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كبو فريستي وجلسنا حوله أغار كيسان فريسان كأن على رؤوسنا الطير أسقو مدح شمبر نقص عليه ونندقاق كرن خشوع يد قنانت والحال في يده قعنتي سنة أو كجيرو عود أول أو كجيرو أو قعنت أو كايسو ينكتب بالأرض رلك أوساء وقضايو ومعنى وحر حريقاي فرفع رأسه مدحي سوكر وقاد النبي عليه الصلاة والسلام فقال وحوله استعيذوا بالله من عذاب القبر عذاب القبر إلهي كما أنقل مرتين أو ثلاث اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال إلهم مجلس كان أنفر إنه خيرك إله عذابك وحر عذاب القبر ثم قال وحول النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن قفك مؤمنك إذا كان هديئه في قضاء من الدنيا الدنيا مكوكا وققو إرابا يقول ما ربط وسكرات الموت وإقبال من الآخرة آخرنا أو قابل يوم أو أسعره نزل إليه وحاوسه دقى ملائكة الملائكة ومن السماء سمد حق إذا كتمت بيض الوجوه وجيال عد كأن وجوههم الشمس وجيال قد قرح قم لنا يسوء نوريان معهم معقود وحاء هذا أي وطان كفن كفن أو من أكفال الجنة جنة كفن تيدا إيه وحنود الأذق أو من حنود الجنة لك كيني حتى يجلسوا منه إلى أي كفرسان مد البصر الكوريرت هل كاسوا فرسانا وللنفتي كما دعين
ثم يجيء ملك الموت يا إيمانه ثم حتى يجلس عند رأسي إلى مضح وكسو أكفرست بشارة وبالعبانيس إلهي نقدر يقواسي فيقول وحولي أيتها النفس المطمئنة نفس دان حسن نوضي أخرجي أصابح إلى مغفرة من الله دم بداف حق اللي ورضوان هالإهاشة يا كفي عن والنفط وليك مدعين فقال وحولها رسولك فتخرجوا ويصابحيسا تصيل أيضا شميسا كما تصيل القدرة لبعض بيها سيء وصابحه من فم السقاء سبرارك معنى كل قالوا كله أما دل ذلك كله بيو وصافين لقد عادين محيط بكتها بيو إلا واشوما يسول نبي صورها يعني تاسو كل فيأخذها وقاذنا يا فإذا أخذها مرك أوقات لم يدعوها وقمتقان في يديك عن تيسا طرفة عين البرقس حتى يأخذها ملائكة الرحمة قاذنا يا فيجعلوها وحي لحيا ليا في ذلك الكفن كفن تاس أو حنود كاهد أي لحيا ليا وفي ذلك الحنود يمارة أذوغاس ويخرج منها وحاكس وبحيا كأضياب نفحة أذوغ مدى أغفيا عنه كنفحة مسكين معنى عرف أو برافون مدى أغفيا عنه ووجدة لها على وجه الأرض نفتساس وعرفيس فيسعدون بها سمدى إلى كوريا فلا يمرون بها لمسي مريا على ملأ كوح ومن الملائكة كمذا إلا قالوا وحدا ما هذه الروح طيبة الروح ذا نجي دوام حيلاه نقدك فيقولون وحدا فلان وفلان بأحسن أسمائه مرعي سكي وغفعنا التي تاسو كانوا يسمونه بها في الدنيا يكون مقعاب الجرين حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا سمدي لويد أي كقاران فيستفتحون له والوفر ضلبيا فيفتح له والوفريا فيشيعه وحقلبنا من كل سماء مقربوها ملائكة مقربين إلى السماء التي تليها بل هرت قفك إلهي أكتس قفك ممكن قيمها لو يلاي بالفير أنا قرأ وايس حقرينا هذا ولا أكسناته روح هذا ملائكة سأقل بنيسا يعني أنا قرأ وايس حقرينا هذا ولا أكسناتي إلهي ملفي عنه كجينيا حتى ينتهى بها إلى السماء السابع إلى السماء هذا لسيقل بنيا لقيمينيا فيقول الله عز وجل وحلي أكتب كتاب عبدي في عليين عليين وما يشترى أدونك لغو قر مقعيالك ونكسن أهل الجنة لغو سجلوا وأعيدوه إلى الأرض روح دي سنة ألك أعلي فإني منها خلقتهم وأنك أبوري وفيها أعيدوه ألك أنكسوا أعليني ومنها أخرجهم وأنكسوا بحنا يتارة أخرى فتعاد الروح الروح دي سيد الله سواء قبل لسوا أعليني أو جسمي لسوا أعليني قبري فيأتيه ملكان أي إيمان دونه ملابدي ملائقه سؤاش منكر ينكير واي فيجلسانه ويفرس دونان فيقولان الله وحولاين من ربك يا واي ربك فيقول وحلي ربي الله ربك أن عابد جل الله فيقال يقولان الله وحولاين وما دينك الدين هذا محيطان فيقول وحولي دين الإسلام دين تدنا وإسلام فيقولان الله وحولاين ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ننك الذي كسر الإحصار ومحوى النبي محمد فيقول هو رسول الله والنبي محمد رسولك يا علي فيقولان له وحولين وما يدرك ومحاك تقانا فيقول حليا قرأت كتاب الله بأن أخري محوى قوة كتابك معجزيزان بأخري فآمنت به وارمي وصدقت وارمي هذا قف كان كتابك آخر ونبي قصير ذي سنة جيسر ووعدك إيمان ووالي جيس بصعونا شمالها ونفدك در يسيقات يمال درنجوغي هذا حق محورنا محق جوابه علمات إلا دقيسة يا خيرك يا نبي سيرا سيلا برتو دين تلا برتو قيمها سيلا فينادي وحا رواقيا مناد مثل رواقيا من السماء وحوك رواقيا وإلهي وحلي أن صدق عبدي إلهي بقى وحضلي أدون كي قرن بوشاقي فأفرشوه من الجنة جنة وقوغل أو قوغل جنة وكينا وألبسوه من الجنة جنة الدرع وكينا وافتحوا له بابا إلى الجنة دريشتنا باب كان إرد وغفر فيأتيه من روحها أذو قيدا وإيمانا وطيبها ويفسح له في قبره قبرنا والله فصحنا يا مد البصر الكوريرتي قال ويأتيه رجلنا وإيمانا حسن الوجه وجه وناكسيا حسن الثياب درف عنوته طيب الريح وناكسا له أدقاي فيقول وحلي أبشر بالذي يسرك
وحكا فرح قلي كفار كوب شاريسو. فهذا يومك الذي كنت توعد وما لنت لقوي بوهاي. فيقول وحلي من أنت وركمتا عذيقا، فوجهك الوجه الذي فوجهه يجيء بالخير، وجهك وجه خير إجي هاي شر لك مفلنا إيه. فيقول أنا عملك الصالح عمل كاجي وناكسنا هاي. فيقول وحلي ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، إله ساعدوك ساعدوك حتى أرجع إلى أهلي ومالي، أهل كيجي مال كيجي وجنة ديال إلا حور أنت وحيب وجهدا مركا إن قيامه أو دعو جعلي هاي هذا حقا كسيسوغا لسيني لكن جنة دي وين دو أودن بيسا. قال نبي وحير وإن العبد الكافر أدونك كافرك إذا كان هدو هذا في انقطاع من الدنيا الدنيا أو كبح ربه وإقبال من الآخرة آخرنا أو قابل ربه نزل إليه من السماء وحاقه سودقة يا ملائكة الملائكة سود الوجوه وجيال مذو معهم المسوح مريق قلف سنة وتان أولام بكركر يأ فيجلسونه ويفريسنا فيجلسون منه مد البصر الكوريرت كفريسنا يعني إلها كما قال حال داس. ثم يجيء ملك الموت ياو إيماني حتى يجلس عند رأسي مدح أو أكتس كفريسنا يا فيقول وحلا أيتها النفس الخبيثة نفي يحني أخرجي أصابح إلى سخط الله إلى عرضي وغضب. قال فتفرق في جسده جركي كوكلا يا عيسى نفتي أو عمر ديري الرادينيسا فينتزعها وكسيبيا كما ينتزع السفود من الصوف المبلول بحلك سيدة الشبقة سيدة ما أنت معركيسا صوف كوكوية سيدة اللوغة تحبيو أيا اللوغة سو تحبينيا فيأخذها وقاضنيا نفتي مركو أو كبحيو فإذا أخذها مركو قاتل لم يدعوها ملائكة أغمتك أن في يدي ظرفة عين حتى يجعلوها إلى أيكيلا في ذلك تلك المسوح كفنتاس قلف سنو اللامبقة كركريا ويخرج منها وحاك صواب حيا كأنتن ريح جيفة وجد على وجه الأرض ناف بقتك وقرمون قرك كصواب حاك صواب حيا فيسعدون بها كري لآذيا فلا يمرون ممريان بها على ملأ كوح من الملائكة كمذا إلا قالوا حليه ما هذه الروح الخبيثة روح ذان أري سوامحي فيقولون فلان من فلان وهبل هبل بأقبح أسماء مقعسي كي قليتي التي كان يسمى بها في الدنيا لغم عابجري حتى ينتهى بها إلى سماء الدنيا إلى سماء الدنيا للقارسيو فيستفتح الله والله فرد البيا فلا يفتح له لك فر ما ثم قرأ رسول الله وحي أخري لا تفتح لهم أبواب السماء لك مفري ولا يدخل الجنة الجنة مقليان حتى يلج الجمل في سم الخياض إلى رتي أو عربد أو مارتي أفكد أو كقل الدلال كين. فيقول الله عز وجل وحي أكتب كتاب عبدي في سجين ماشي سجينك حبسك أو ليسك أعودتك حن أيكو يالينكو قرأ في الأرض السفلى يقولك ماشي أقوه سيالة فتدرح الروح درح وعلى صوتوريا النار تلو صوتوريا ثم قرأ النبي حاقري ومن يشرك بالله يقفك إلهي أشرك يالا فكأنما خر من السماء وابأسك وسمدك صوت علق صوتوري فتخدفه الطير أي شمر أي كالدفتي أي تهوي به الروح دباشه كتورت في مكان سحيق ميل قولان أفك فتعاد الروح في جسد جرك سحلك لوسو علنيا ويأتيه ملكان أيا إيماني فيجلسان ويفرسنيا فيقولان له حولين من ربك رب يا واي فيقول ها وحوس لي بل وحس وسوي حدتك أتك مقل جرتي لا أدري ما أقال فيقولان له حولين ما دينك الدين تاد محيطها فيقول ها ها لا أدري وحوس لي وحس وسوي حبل عاد مقل جرتي ولو قوين يا مرك فيقولان له حوليين ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ننكا لينكسو لحب حيني محمد محاكا تقانا فيقول ها ها لا أدري اللي قفك إلهي ما أخرس مبارا القرآن كيسي ما العلمك هالليس ما إيمان رسولك سيردسي مبارا حديثي مبارا القرآن كمبارا محيوك أقيها مر فيقولان وحليه ما هذا الرجل الذي بعث فيكم يقول ها لا أدري فينادي منادي من السماء إله الواقع حلي أن كذا عبدي أدونك بان وشك وحي وقيا لما أرض فأفرشوه من النار فراش نار توكي نعوذ بالله إلان كما قلنا وافتحوا له بابا إلى النار إردنا النار توقفرة فيأتيه وحاو إيمانيا من حرها وصمومها كليل كيد أيا أماني ويضيق عليه في قبره قبره سلام مركز ولقو عريرنيا
مقرت إلى أي فيرها إسرافان أي الوعر حتى تختلف أضلاعه إلى فيرة إسرافان والعياذ بالله. ويأتيه رجل أيا إيماني قبيح الوجه وجفالح قبيح الثياب درح منتن الريح قريب فيقول حير أبشر بالذي يسوءك وح كان بلاي كفر كبشارس هذا يومك الذي كنت توعد ومالت القوية بهاي إذا بي الملقى وإنها ما أنت ويكو هاي ستالي فيقول من أنت ورعذيك كماتهاي فوجهك الوجه يجيء بشر واللي مد خير لا إيماني مت إذا نبع الضوطاي محاتهاي فيقول أنا عملك الخبيث عمل كان يحون أيانهاي فيقول ربي لا تقم الساعة أسقوا حالة داس كسوغن أيو هدن أولي ساعده أغن تن إنا كسي باقي نقضى عذاب القبر أيا دن أولي النار تسوغي سوغيا والعياذ بالله. إخواني مرك وحال نسوغاي وهول آد يأد وين إلهي عذابك نغو حريو إلا الديار قروبوي بخاري وحو النبي وحو ما أنت معركة إساء بخاري أوريه من حديث ابن عمر النبي وحول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي هذا وقفكم أنتم نارتيس بوسكي جنة أو ما أنت معركيسا بوسكي أولها صبح يقلب والله بندقي والله تصي إن كان من أهل الجنة من أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار معناها جنة هذا أهل الجنة بوسكي دي والله موجني راح حد وإيمانس هذو أهل النار يهان النار تيأو إيمانس وأن أجيديا فيقال هذا مقعدك وباسك أغي حتى يبعثك الله يوم القيامة إلهي توفيق لها نوافجي وحذر النبي عليه الصلاة والسلام حديث البخاري أوري من حديث أبي سعيد الخدري إذا وضعت الجنازة الجنازة هذه لدجيه نحشك وفحتمالها الرجال على أكتافهم أي كقاذان فإن كانت صالحة هذه وناكسنتهي قال قدموني قدموني قبر يهر مري يهر مري يلدق دق إلى وإن كان غير الصالح دو حمتانا يا ويلها أين تذهبون حق يطوى الدان بلاي كل عذي قبر إلى بلاي قهر إساء يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان عدوى البابا حتى حولها ومقلين بني آدم كما هنا ما قرت هدو إنسان كم مقلها فلو سمعها لسعق ولا إنسان كدو مقلها وبصوح لا موقات كيستيمبر إلهي توفيق لها نوافجيو مركا عن ديار قرونو غفلة عن سكلا يرينو إلهي توفيق لها نوافجيو صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أشهد أن محمد رسول